متابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بكم على منصات بنكير وجوله جديده في اسواق المال والطاقه والتجاره الدوليه. والبدايه بالعناوين: قرض ب 500 مليون دولار من البنك الدولي لكوستاريكا. وزاره الطاقه الامريكيه تتلقى طلبي فديه بعد هجوم الكتروني. سهيل المزروعي يؤكد اوبك تلعب دورا محوريا في استقرار سوق النفط. رؤساء شركات امريكيه يزورون الصين رغم الحرب التجاريه. رسميا روسنفت والبترول الصينية تستخدمان الروبل واليوان. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل. بانكير، نبض البنوك. أعلن البنك الدولي في بيان له موافقته على تقديم قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار لكوستاريكا بهدف تعزيز الدعم لميزانية الحكومة. وسيدعم القرض الجديد جهود الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى في مرحلة ما بعد الجائحة بهدف زيادة فرص العمل والأجور ومساعدة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. قال متحدث باسم وزارة الطاقة الأمريكية إن الوزارة تلقت من إحدى جامعات الابتزاز التي تربطها صلات بروسيا طلبي فدية في منشأتين، إحداهما للنفايات النووية والأخرى خاصة بالتعليم العلمي، واللتين تضررتا مؤخرا في حملة اختراق عالمية عبر الإنترنت. وورد أول بلاغ عن الحملة يوم الخميس، وهي حملة انكشفت فيها البيانات في كيانين داخل وزارة الطاقة، حينما استطاع المتسللون الوصول من خلال ذخرة أمنية في برنامج موفات لنقل الملفات. أكد وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات سهيل بن محمد أهمية الدور المحوري الذي تلعبه منظمة أوبك وتحالف أوبك بلس لخدمة مصلحة المنتجين والمستهلكين وتعزيز الاستثمار المستدام في قطاع الطاقة. وقال مزروعي إن العمل الجماعي المشترك هو دائم مصدر لنتائج إيجابية أكبر ومحور قوة التعاون والوحدة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لمنظمة أوبك يقوم على ضمان استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين الطلب والعرض، مما يدعم النمو الاقتصاد العالمي. من إيلون ماسك إلى بيل غيتس، مرورا بتيم كوك المدير العام لشركة أبل، يزور بعض من أكبر رؤساء المجموعات الأمريكية بكين متجاهلين على ما يبدو الحرب التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة. كان هذه زيارات كثيرة قبل الجائحة، وعادت اعتبارا من ديسمبر بعد رفع قيود الصحية المرتبطة بكوفيد 19 والتي عزلت الصين عن بقية العالم لمدة 3 سنوات. وتشكل هذه الزيارات فرصة لرؤساء الشركات هذه للتعبير في بكين عن تفاؤلهم حيال السوق الصينية الواسعة والروابط التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. قالت شركة روسنفت أكبر شركة لإنتاج النفط في روسيا أنها ومؤسسة البترول الوطنية الصينية للنفط والغاز تحولت إلى استخدام الروبل واليوان في المدفوعات النفطية، وضغطت روسيا من أجل استخدام العملات الوطنية في التجارة مع الدول الأخرى في إطار سعيها لإنهاء الاعتماد على اليورو والدولار. وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة بالجلسة العامة في منتدى بيترسبورغ الاقتصادي الدولي إن حوالي 90% من التجارة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا تتم بالعملة الروسية وهي الروبل. وبكده تكون خلصة نشرتنا، كانت معكم هبة محمد. بانكير، نبض البنوك.